40 سنة، ما يقارب 40 سنة، خلت في نفس القاعة وتحت نفس السقف، أعلن من طرف المجاهد المناضل الشهيد أبو عمار ياسر عرفات أعلن قيام الدولة الفلسطينية. مرت بنكسات ومشاكل ومغامرات، الحمد لله اليوم يوم تاريخي، رجعت المياه إلى مجاريها. شاكر لكل حضور، كل مسؤولي الفلسطيني الحاضرين من كل فصائلهم، أنهم لبوا رغبة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والشتات، ولبوا كذلك رغبة الشعب الجزائري. ذلك العلم منازلنا من القدم، من القدم ترى عيني مرافعها ولا تسعى لها قدمي، وإني ناذر نفسي فداء ترابها ودمي. أيها الإخوة الأكارم، حيا باسمكم جميعا وأرفع آيات الشكر السيد رئيس الجمهورية على منحه هذا اللقاء التضامني رعايته السامية. بعدالة القضية المركزية الأولى للمسلمين، وفرض على الفاعلين في العالم أن يراجعوا حساباتهم بشأن فلسطين، وما كان ذلك إلا لأن مقاومته المشروعة أثبتت للدنيا أنها صاحبة الكلمة الفصل. وما أبلغ كلمة أو للعالم أننا أمة لا تهزم. نحن في هذه الأيام نحتفي هنا في جزائر الجهاد والمقاومة والتحرير بالذكرى 68 لانتصار ثورة الجزائر التحريرية، ونقف اليوم هنا لنقول أنه لولا اختيار الجهاد والمقاومة لما تحررت الجزائر، ولولا إرادة شعبها التي انبنت على الإسلام ما تحررت الجزائر، ولولا توحد الشعب الجزائري وتماسكه في هذه المقاومة لما تحررت الجزائر. وهذه القضية قضية له، هو ليس في موقع النصرة، هو ليس في موقع التأييد، هو ليس في موقع الدفاع عن قوم قد ظلموا، هو في موقع صاحب القضية تماما. كما تحررت الجزائر، فلسطين يجب أن تتحرر لأنها مسؤوليته، ولأن حدود صلاحيته في هذه القضية لا تقف عند حدود الجغرافيا، بل تتعداها لتقف عند الحدود التي رسمها ديننا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. إذا المطلوب اليوم أن تستعيد الأمة قضية فلسطين، وأن تتجاوز القول أنها هذه قضية شعب من الشعوب، شعب فلسطين الذي يجاهد ويقاوم، ولكنها قضية الأمة. بجزائر نهتف للعالي، أولسنا الشعب الجبار، قد خبت لأكسر أقلالي بدم في الساحة هدار. بجزائر نهتف للعالي. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.